إذن مشاهدي الإخبارية والسعودية كما تتابعون الآن، سمو ولي العهد يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في اللقاء التشاوري لدول الخليج العربية في هذه الأثناء، وذلك استعدادا لعقد هذا اللقاء التشاوري الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية. ممثل سلطنة عمان نائب السلطان عمان، وهو طبعا يتوجه للسلام على سمو ولي العهد. الآن سمو ولي العهد يستقبل ممثل سلطان عمان في هذا اللقاء التشاوري وكذلك في هذه القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.